سجلت. تسجلت. حاولوا تسجلوها كمان من عندكم، انا هلا حاعمل ميوت اول، بس خليني ادخل على الفيس وادخل على اعمل لايف برضو. هاي ميوت اول لو بارتيسيبانتس، بدناش البارتيسيبانتس، يشاركوا ميوت اول. هاي بلشنا كمان على الفيس لايف. احنا وصلنا لعند السيستيك فايبروسيس. سيستيك فايبروسيس، هلا شو حكينا احنا عن السيستيك فايبروسيس؟ وصلنا لعند انه في ناس ممكن يكون عندهم مشكلة في هضم الليبيدز، وهاي المشكلة ممكن تكون بسبب مرض اسمه سيستيك فايبروسيس. فبدنا نحكي شوي اليوم عن السيستيك فايبروسيس. أول شغلة نرجع نحكي جملة حكيناها في نهاية المحاضرة السابقة، إنه اللي عنده مشكلة بالمرارة بيستطيعش يأكل دهون، لكن بيستطيع يتناول الحليب، لأنه الحليب يحوي على الداج، التاج اللي موجود فيه يحوي على فاتي أسيد، هذول الفاتي أسيد شورت وميديوم تشين. هذا الحكي حكيناه قبل شوي في المحاضرة السابقة. من المشاكل اللي بتأدي إلى عدم هضم الليبيدز بشكل جيد مرض بنسميه سيستيك فايبروسيس. بدنا نتعرف على السيستيك فايبروسيس شوي. أول إشي بحكي لنا هذا المرض منتشر بكثرة، هذا موجود في كل واحد عند واحد في كل 3000 في شمال أوروبا. هذا المرض أوتوزومال ريسيسيف ديس أوردر، ريسيسيف متنحي، موجود الجين تبعه على كروموسوم، مش طبعا إكس وواي، مش على إكس، أوتوزوم اللي هن 22 الجسمية. هذا المرض بضرب أو بتكون ميوتيشن بجين لإنزيم اسمه CFTR، يعني في عنا إنزيم أو بروتين أصح، في عنا إنزيم سوري بروتين اسمه CF Trans Membrane Conductance Regulator، اختصاره CFTR، صار ميوتيشن في هذا الجين بخرب هذا البروتين، بصير عندنا مرض اسمه سيستيك فايبروسيس. شو هذا بيشتغل السيستيك فايبروسيس؟ بحكي هذا السيستيك فايبروسيس هو قناة للكلور، قناة للكلور، يعني إذا هذا البروتين صار في خلل القناة تبعت الكلور في الإبيثيليال سيلز خربة، معناته الكلور ببطل يصير له شو سيكريشن. اذا الديفكتيف سي اف تي ار ريزلت ان ديكريز سيكريشن اوف كلورايد. هلا اذا الكلورايد بطل يصير له سيكريشن، يعني في عندك شحنه سالبه ظلت في الابيثيليال سيل، هاي الشحنه السالبه بدها تتعادل. كيف بدنا نعادلها؟ منصير نعمل ري ابزوربشن للصوديوم. لما بنعمل ري ابزوربشن للصوديوم علشان نعادل الشحن السالبه في الابيثيليال سيلز، الصوديوم طوالي بيلحقه مي، الصوديوم دائما بيلحق الصوديوم مي. هلا المي هاي منين اجت؟ منين اجت هاي المية؟ اي مية بنحكي احنا عن اي مكان؟ احنا بنحكي عن مكان في البنكرياس، يعني
ركزوا مني شو بحكي. البنكرياس فيه عصارة، هاي العصارة تحوي على أنزيمات. البنكرياس فيه عصارة، عصارة البنكرياس تحوي على أنزيمات البنكرياس، منطق. هلأ هاي العصارة اللي موجودة في البنكرياس المية تطلع منها، معناته هاي مشكلة وين؟ هاي مشكلة في البنكرياس طلعت. يعني البنكرياس الخلايا الجدارية تبعاته بتبطل تطلع الكلور. شو بيعمل الصوديوم؟ بفوت على الخلايا الجدارية تبعت البنكرياس. لما بفوت الصوديوم على الخلايا الجدارية تبعت البنكرياس بتصير المية اللي موجودة بداخل البنكرياس واللي ذائب فيها أنزيمات البنكرياس، بتفوت المية على الخلايا الجدارية تبعت البنكرياس. يعني بتصير الأنزيمات اللي موجودة في البنكرياس مالها مش ذايبة مليح، يعني العصارة اللي موجودة داخل البنكرياس بتصير ثقيلي. كيف العسل هيك ثقيل؟ مش لزج، ثقيل، ثقيل، ثك. هلأ لو أنا بدي أجيب ملعقة عسل، عبي ملعقة عسل وديرها بصحن، بنزل العسل من الصائم من الملعقة بسهولة؟ لا ما بينزل، بتطول، تقعد ساعة وانت تستنى بملعقة العسل عبين ما تنزل من الملعقة العسل علشان ينزل من الملعقة ولا من المرتبان، بغلبنا. ليش؟ لأنه ثك، لأنه ثقيل. فبتصير العصارة تبعت البنكرياس بهذا المرض ثقيلي جامدي، يعني زي ما بنحكي فلان دمه ثقيل، ثقيل، إشي ثقيل، تمام؟ العصارة اللي بداخل البنكرياس بتصير ثقيلة. هلأ البنكرياس شو لازم يعمل؟ لازم لما بيجي الطعام ينزل العصارة تبعته لهضم الطعام. العصارة اللي بالبنكرياس ثقيلة جدا، فبيجي الطعام على الأمعاء، البنكرياس بده يفرز الأنزيمات، بصيرن يطلعن الأنزيمات. كيف بدهن يطلعن؟ ثقال جدا، فبصير ان يمشي شوي شوي، يعني دادي دادي زي ما بنحكي. بينزل الطعام من السمول انتستين على اللارج انتستين وبطلع بالستول، ولساتها عصارة البنكرياس مش واصلة، ولساتها عصارة البنكرياس وانزيمات البنكرياس مالها مش واصلة. اذا نلخص، هذا المرض سيستيك فايبروسيس منتشر في اوروبا، يصيب واحد كل 3000 مولود. سبب هذا المرض defective gene لإنزيم لبروتين اسمه CFTR. CFTR هو كنالة الكلور، موجود في الإبيثيليال سيلز تبعت البنكرياس. هاي الكنالة هي كنالة الكلور، يبطل الكلور يطلع من الإبيثيليال سيل، بصير الصوديوم يدخل على الإبيثيليال سيل تبعت البنكرياس، بصير المية تلحق الصوديوم تدخل على الإبيثيليال سيل، بتصير العصارة تبعت البنكرياس كثير جامدة، بالتالي بتبطل تقدر تطلع على الأمعاء، بالتالي بصير عندنا شو؟ مشكلة في هضم الليبيدز والبروتين وكل إشي كمان، لأن البنكرياس بيلعب دور أساسي كبير جدا في عمليات الهضم كلياتها. كيف ممكن نعالج هذا المرض؟ عادي، أعطيه مع الأكل تبعه أو قبل الأكل تبعه الأنزيمات المسؤولة عن هضم الليبيدز اللي بدك إياه وهضم البروتين وهضم الكربوهيدرات. إذا ممكن استخدام الأنزيمات. إذن treatment includes enzyme replacement therapy. تمام؟ emulsification of dietary lipids in the small intestine، هذا حكينا قبل شوي. شو يعني emulsification؟ قلنا تحويل القطعة الكبيرة لقطعة صغيرة. ليش؟ قلنا علشان الأنزيمات يشتغلن بشكل شو؟ بشكل جيد، can act effectively. كيف بنعمل emulsification؟ شايفينه مراجعة هذا. كيف بنعمل الإيمالسيفيكيشن؟ بدنا شغلتين، بدنا ميكانيكال ميكسينج اللي هي الحركة الدودية تبعت الأمعاء اللي اسمها بيريستالسيس، وبدنا بعد ما نقطع الليبيدز بايل سولتس نلف كل قطعة علشان نمنع القطع الصغيرة يتوحدها. منين بيجي هذا البايل؟ يصنع بالليفر. وين يخزن؟ يخزن بالمرارة. منيش بنصنع؟ بنصنع من كوليسترول. تمام؟ شايفين شو بيعملوا البايل؟ هي هنا مكتوبة stabilizing the particles، بيخلوا هذول البارتيكلز القطع الصغيرة من الدهن صغار، وبيخليهم يظلوا صغار، وبيمنعوهم شو مالهم يتحدن مع بعض.
تمام؟ هذا شكل البايل. طلع كيف شكله؟ زي الكوليسترول، حلقة 2 3 4، هذا شكل الكوليسترول. شو كمان عليه البايل؟ عليه مركب اسمه جلايسين. شو هذا الجلايسين؟ هذا أمينو أسيد. هلأ طلع لهون بدون الأمينو أسيد، هذا اسمه بايل أسيد، حط عليه جلايسين بصير اسمه بايل سولت. شو الفرق إذن بين البايل أسيد والبايل سولت؟ البايل سولت أو نحكي بايل أسيد زائد جلايسين بيطلع عنا شو؟ بايل سولت. كمان مرة، بايل أسيد زائد جلايسين بيطلع عنا شو؟ بايل سولت. منيش مصنوع البايل أسيد؟ من كوليسترول. هاي مبين، كيف عرفت؟ هاي اطلع على الاستركتشر، واضح جدا هذا الشكل تبع الكوليسترول. اذا هذا كوليسترول بصنع منه بايل أسيد، حط عليه جلايسين بصير اسمه بايل سولت. تمام. هلا هذا البايل أسيد، البايل أسيد انواع، هذا النوع اسمه كوليك أسيد. شو اسمه؟ كوليك، كوليك أسيد. هلا حطينا عليه جلايسين، كوليك أسيد زائد جلايسين، يلا ظبط الاسم بصير اسمه بايل سولت. طب شو اسمه هذا البايل سولت؟ هيو جلايسين كوليك أسيد. كمان مرة، جلايسين كوليك أسيد، نظبطها، جلايكو كوليك أسيد، جلايكو كوليك أسيد. إذن شو هو الجلايكو كوليك أسيد؟ وبايل سولت، جلايكو كوليك أسيد. شو اسمه هذا الحمض؟ كوليك أسيد. ليش بنصنع؟ من كوليسترول، حط عليه جلايسين شو بصير اسمه؟ بايل سولت. شو نوعه؟ جلايكو كوليك أسيد. تمام؟ degradation of dietary lipids by pancreatic enzymes. شو منكسر في البنكرياتيك انزيم؟ كل إشي. قلنا بتكسر في المعدة بس التاج اللي جاي من الحليب اللي عنده short and medium chain fatty acid، صح؟ طب باقي التاج، الكوليستريل إستر، الفوسفوليبيدز، أنو اللي بيكسرهم؟ كلياتهم بيكسرهم بنكرياتيك شو؟ إنزيمز. إذن البنكرياتيك إنزيمز هم بيلعبوا دور أساسي وكبير جدا في هضم شو؟ في هضم أنواع الليبيدز المختلفات، باستثناء أنو التاج تبع الحليب. ماله التاج تبع الحليب؟ التاج تبع الحليب عنده شورت وميديم تشين فاتي أسيد، ولذلك يهضم بالمعدة. تمام؟ كله مكرر هذا. تاج ديجريديشن، هل ممكن احنا نمتص التاج؟ لا، ولذلك شو بدنا؟ لازم نهضمه. طب كيف بدي اهضمه؟ بفرز انزيم. منين بفرزه؟ من البنكرياس. شو اسمه الانزيم؟ بنكرياتيك لايبيز. ليش لايبيز؟ ما احنا بنحكي ليبيد، وهذا احكينا قبل شوي هنا، شايفين؟ نرجع، هاي هاي التراج، هاي الترايجليسرايد. تمام؟ شو اسم الانزيم؟ بنكرياتيك لايبيز. شو يعني بيعمل البنكرياتيك لايبيز؟ بيشيل الفاتي اسيد اللي على ذرة الكربون الاولى، وذرة الكربون كم؟ الثالثي. شو الناتج؟ بضل عنا، يلا كمان مرة، تاج شيل منه فاتي اسيد بصير اسمه داج، شيل منه كمان فاتي اسيد بصير اسمه ماج. الفاتي أسيد اللي ظل على أي ذرة كربون؟ على الثانية، ولذلك شو سميناه؟ 2-monoacylglycerol، ونتج عنا 2 فاتي أسيد. إذن شو اسم الإنزيم اللي بيكسر التاج في البنكرياس؟ اسمه بنكرياتيك لايبيز. شو اسم الإنزيم؟ بنكرياتيك لايبيز. طيب، هذا الإنزيم في عليه ملاحظة مهمة، ركزوا منيح، في عليه ملاحظة مهمة هذا الإنزيم. الملاحظة بتقول إنه هذا الإنزيم، طبعاً بتعرفوا اسمه بنكرياتيك لايبيز، يعني منين يفرز؟ من الأمعاء. سوري، بنكرياتيك إنزيم معناته يفرز من البنكرياس. طيب، عليه معلومتين هذا الإنزيم، أو معلومة مهمة. المعلومة الأولى إنه تركيزه في البنكرياس عالي، تركيزه في البنكرياس عالي، يعني البنكرياس بيفرز كثير انزيمات وكثير مواد.
هذا الإنزيم لحاله يشكل 2-3% من عصارة البنكرياس. طبعاً 2-3% مش كثير كبير، يعتبر مش إشي صغير، يعني ما تفكرش الرقم صغير. 2-3% لما هذا الإنزيم لحاله يشكل 2-3%، هذا إشي كثير كبير. زي هلأ إحنا مثلاً بنحكي عن كورونا، نسبة مثلاً الوفيات اللي بكورونا بيقول لك لا تتجاوز 1% بالعالم، لا تتجاوز 1%، لكن عامل ذعر مش قليل. 1% 1% مش قليل. يعني لما بلد مثلاً فيها 1000 شخص انصابوا، 10% يموتوا أو 1% يموتوا، يعني تحكي عن 10 أشخاص، كثير كثير كبير. فهذا الإنزيم موجود بتركيز 2-3%. هاي أول معلومة عنه. المعلومة الثانية عنه إنه هذا الإنزيم قوي جدا، إذا تركيزه عالي جدا. 2 highly efficient، highly efficient catalytically، highly efficient يعني قوي جدا جدا هذا الإنزيم. معلومتين عنه. شو معناته؟ بقول لك معناته only severe pancreatic deficiency results in significant malabsorption of fat. يعني ركزوا منيح، بيجي واحد مثلا بقول لك اذا البنكرياس مش شغال معناته لن يهضم الليبتس، فبيكون الليبتس موجود في البراز. هذا كلام منطقي. فبيجي واحد شو بيعمل؟ بيجيب عينة البراز بيفحص فيها الليبتس، ما بلاقي الليبتس في البراز، فطوالي بيستنتج إذا البنكرياس 100% شغال. بيقول له لا، استنتاجك غلط. ليش؟ لأنه only in severe pancreatic insufficiency، يعني لما بيكون البنكرياس خربان كثير كثير كثير، زي في مرض السيستيك فايبروسيس اللي حكينا عنه قبل شوية، هذا يؤدي إلى خلل في هضم الليبيدز. تسألنا ليش؟ من كله لأنه الإنزيم اللي بيهضم التاج اللي موجود في البنكرياس في عنده صفتين مهمات. الأولى إنه تركيزه عالي جدا، 2 فاعليته عالية جدا. يعني لو أنه البنكرياس خربان شوية، كمية الإنزيم اللي بتنعمل في البنكرياس واللي بتطلع كافية لهضم الليبيدز. إذن هل ممكن أن نستدل، ركزوا بالسؤال، هل ممكن أن نستدل this meeting will end in 10 minutes. طيب احنا صرنا نص ساعة. طيب هل ممكن أن نستدل على خراب البنكرياس أو عدمه من وجود الليبتس في الستول؟ لا، واضح لا يمكن أنه نستخدم the presence of stool أو عدمه الليبتس في الستول أو عدمه كدليل على صحة البنكرياس أو لا. يعني ممكن واحد يكون عنده البنكرياس خربان شوي والليبتس في الستول مالها طبيعية 100%. تمام؟ هلأ جينا على إشي كثير مهم، هذا بجوز تحبوه. في دواء اسمه أورليستات. شو اسمه هذا الدواء؟ أورليستات. بجوز كثير منكم سمعوا عنه. هذا الأورليستات هو إنهيبتر للجاستريك والبنكرياتيك لايبيز. فإذا بتأخذ هذا الدواء بتوقف الجاستريك لايبيز والبنكرياتيك لايبيز، وإذا وقفتهن هذول معناته لن تهضم الليبتس، وبالتالي لن تمتص الليبتس، وهذا يؤدي إلى نقص في الوزن. ولذلك الأورليستات يعتبر دواء من أدوية اللي بيستخدموها للرجيم لفقدان الوزن. طبعا ما تروحوا تشتروه لأنه له مضاعفات وسيء جدا، لكن هذا بينعطى المرض للناس اللي بتكون
تكون عندهم الأوبيزيتي عالية جدا وصارت تأثر على شو حياتهم وصارت تأثر على يعني احتمالية إصابتهم بتصلب الشرايين وأمراض القلب. واضح؟ إذن الأورليستات هو دواء وإنهيبيتر للجاستريك والبنكرياتيك لايبيز، وظيفته أنه يعمل ديكريز أو ستوب الفات دايجستشن وبالتالي الفات ابزوربشن، وهذا يؤدي الى تقليل الوزن. الكوليستيرول استر ديجراديشن والفوسفوليبيدز ديجراديشن بامكانكم تدرسوهن من ايش؟ من هذا الفيجر اللي اخذناه في بدايه المحاضره، كيف بتتم الكوليستيرول استر دايجستشن وكيف بنعمل دايجستشن لايش؟ للفوسفوليبيدز. وبالتالي احنا بنكون واصلين لعند الكنترول اوف ليبيد دايجستشن، ونوقف لهين. المحاضره الجاي ان شاء الله بنكمل، نوقف الان ونسمع اسئله بعد ما نوقف التسجيل اول شيء.